ونتابع أول المراكز، من افتتحت المقدمة على المركز الأول وعلى الصدارة هنا صوغة سالم بن حمد البطين المري، من يقدم لنا انطلاقة صوغة على المركز الثاني، المركز الثالث، الاندفاع القادمة في هذه اللحظات على المركز الثاني في هذا الشوط، هنا الوصول والتحرك من زعفرانة علي بن الصغير بن حمد العويسي المركز الثالث، من الجانب الآخر أردت تسلل الوضع في هذه اللحظات سعيد بن حمد بن مبارك المهيري بدأ يتدخل في هذه اللحظات من ميمنة الميدان بانطلاقة وتحركات شاهنية المركز الرابع، بدأ التسلل الواضع في هذه اللحظات، القدوم من حدث عبد الله بن علي بن جهيم المري قادما على المركز الرابع، المركز الخامس اشوف القادمه في هذا الشوط، هنا التسلل الواضح من مزنه عايض بن مفرح بن تويم الاحبابي الذي ينضم على المركز الخامس، المركز السادس، نتابع الواصله بكل قوه في هذه اللحظات، وصول هنا من شقره محمد بن الشيب المزروع الذي تدخل على المركز الخامس، المركز السادس، نتابع الواصلة في هذه اللحظات والمنطلقة بكل قوة مع هذه اللحظات، اعتبار بدأت تتدخل اعتبار أحمد بن صقر بن محمد العامري، ولكنني أرى القدوم هنا من حرب عبد الله بن محمد بن بحروم المحرمي على المركز السابع، المركز الثامن، أرى الوصول في هذا الشوط هي العنود حمد بن غانم بن علي بن حمود الظهري على المركز السابع، المركز الثامن زاهية انطلقت على المركز الثامن محمد بن سالم بالحوت العامري، والمركز التاسع أرى التدخل في هذه اللحظات الواضح بكل قوة هنا الثريا سعد بن طالب بن محمد بن شفيع قادم على المركز الثامن، بن شريم وصل في هذه اللحظات المركز التاسع، أرى القادمة في هذه اللحظات الفاتنة محسن بن علي بن محمد الوهيبي قادم على المركز التاسع، المركز العاشر، هنا نتابع الواصلة في هذه اللحظات، بدأ التدخل على المركز العاشر، هنا مستحمل رقم 34 شعاع مبارك بن راشد بالحبالة الاكتفي، الله يا هذه الأسماء القوية المنطلقة في هذا الشوط والباحثة عن الفوز والانتصار في هذه اللحظات، ولكن هنا نرجع إلى الصدارة إلى مقدمة الشوط، العمالة سالم بن حمد البطين المري على مقدمة الشوط، الكيلو والنصف الكيلو الأخير يا البطين يفصلنا على الخط النهائي على الخط الأبيض، والخط هناك ينتظر مع الأمتار الأخيرة مع التحديات الأخيرة، المركز الثاني القادمة بكل قوة على المركز الثاني في هذه اللحظات على المركز الثاني، القدوم هنا من حدث عبد الله بن علي بن جهيم المري وصل على المركز الثاني، المركز الثالث وصل راعي مطيله بانطلاقه وتحركات الشاهنيه سعيد بن حمد بن مبارك المهيري بدا ينطلق ابو حمد على المركز الثالث، المركز الرابع ارى التسلل الواضع في هذا الشوط 18 سلمان بن صالح بن حمد المغيري قادم على المركز الرابع، المركز الخامس أرى هنا الفاتنة بدأت تفتن الأمور، الفاتنة محسن بن علي بن محمد الوهيبي، ولكن الأمتار الأخيرة الحاملة لجديد هذا الشوط والجديد هنا بانطلاقة حدث على المركز الأول وعلى المقدمة في هذه اللحظات، عبد الله بن علي بن جهيم المري بدأ ينطلق الآن بن جهيم على الصدارة والمركز الأول، الله، ولكن أشوف هنا التحركات اللي بدت في هذه اللحظات الأمتار الأخيرة، هنا المركز الثاني القادم الصفوة سهيل بن حمد بن يطبع العامري بدأ ينطلق بن يطبع الأربعمائة متر الأخيرة، الله يا التحديات، هنا مع المركز الأول مع المقدمة والصدارة انطلقت هنا على المركز الأول في هذه اللحظات من تقود المشاركين، حدث على الصدارة، الله.
يا حدث تحسم الامور هنا على المركز الاول. عبد الله بن علي بن قهيم المري، تسلم يمينك يا بن قهيم، سلام على هذا الاداء، سلام، تهانينا والناموس الى عبد الله بن علي بن قهيم المري على فوز حدث بالمركز الاول. المركز الثاني ذهب منصيب، هنا تدخلت على المركز الثاني طبي محمد بن راشد بن سالم الطقيش الاكتبي. المركز الثالث ذهب الى المركز الثالث ذهب منصيب مؤايب راشد بن علي بن راشد بن الديل المري. المركز الرابع هنا نتابع رقم 50 اللي احتلت المركز الرابع رموز راشد بن عبد الله المتفيق الاكتبي. والمركز الخامس هنا ذهب منصيب المركز الخامس الفاتنة محسن بن علي بن محمد الوهيبي. تهانينا والناموس للفائز بالمركز الاول مع هذا الشوط. هنا مالك حدث اللي احتلت المركز الاول واعنلت الفوز والانتصار، تهانينا لمالك عبد الله بن علي بن قهيم المري. هنا نتابع معاكم اللحظات الاخيره وهنا ملخص الشوط الماضي، وننتظر معاكم التوقيت الزمني ساعه وصول حدث الى خط النهايه. تهانينا والناموس لمالك حدث عبد الله بن علي بن قهيم المري. التوقيت الزمني 7 دقائق و34 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. أما المركز الثاني فكان منصيب. المركز الثاني ذهب إلى هنا، نتابع المركز الثاني في هذا الشوط وانطلاقة الضبي محمد بن راشد بن سالم بطغيش الاكتبي. 7 دقائق و35 ثانية، جزء 1 من الثانية. أما المركز الثالث فكان منصيب مؤايب لمالك راشد بن علي بن راشد بن ديله المري. توقيت زمني هو 7 دقائق و35 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا للفائزين بالمراكز الأولى، والآن نعود بالميكروفون.